you did not make it smell choice. So you hurt my feelings by not going outside. You know, Aaliyah, I couldn't go outside, so I was still a little sad. Yeah, but that was a consequence. But after I was a little sad, I was a little bit upset. More than a little. More than a little upset? Mm-hmm. Yeah. We all get upset sometimes. Yeah. We don't get what we want all the time. Uh-huh. Mama also don't. Papa also don't. But it's hard for babies to do that. Those two babies, they don't understand that you have to not do that. كثيراً ما نرى أطفالاً موهوبين عبر السوشيال ميديا، وسهلت الفيديوهات القصيرة على إنستغرام وتيك توك انتشار هذه المشاهد. ولكن طفل قصتنا هذه غير كل طفل، فهو ليس خفيف الظل أو حتى موهوب، بل إنه تقريباً مكتمل النضج العقلي. ففي فيديو حصد أكثر من 20 مليون مشاهدة على تيك توك، ظهرت أم مع طفلها الذي لم يتجاوز 4 سنوات، كانا جالسان وجها لوجه ويتبادلان أطراف الحوار. أخذت هي في الاستماع إليه بينما انطلق هو في التعبير عن مشاعره بهدوء شديد وبلاغة نسبية توحي بأنه حديث بين بالغين لا بين أم وطفل في 4 من عمره. اللافت في هذا الفيديو كان موضوع الحوار، فالطفل كان يتحدث إلى والدته عن مشاعره بكلمات تدل على قدرته على التعبير عن الصعوبة التي يواجهها في التعامل مع هذه المشاعر. أبهر هذا الطفل المشاهدين أكثر بجملة مفادها بأنه يدرك أن لا أحد ينال مراده، ولكن الأمر أكثر صعوبة عليه لأنه طفل. You were okay? Mm-hmm. Life is like that. We get upset, we get mad, we cry. That's emotions, Mama. That's emotions, I know. And then we feel better after we cry. Yep. No, I was wrong. Today I had a out and do my emotions. Yeah. Yeah, it is today. That's okay. But it means we're learning. هذه الأم بعد انتشار هذا الفيديو كشفت بأن طفلها يبادر بكثير من الأحيان إلى تهدئتها عندما تبكي شقيقته الصغرى، بينما قال الأب إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها ابنه يمر بوقت عصيب مع غضبه، لذا قرر تصوير محادثته مع أمه.